كنا بنتكلم على المباراه الثانيه صن داونز سيناريو صحيح وسيناريو وعدت التلات مهمين جدا في انه النادي الاهلي يتغلب. من ضمن هذه الاسباب النفسيه ان هم نازلين مضغوطين نفسيا بالظبط. هل هذا هو السبب في انه لعيبه النادي الاهلي كانوا نازلين الشوط الاول، التباين في الاداء ما بين الشوط الاول والشوط الثاني هو ده كان سبب الضغط النفسي من المباراه السابقه للعام الماضي؟ يعني اعتقد الاهلي كان تجاوزها بس الى حد ما، يعني ما تقدرش تحصرها في سبب واحد، يعني في اسباب كتير، في اثنين ثلاثه لعيبه ما كانوش في المستوى، اوت اوف فورم، مش اوت اوف فورم، المباراه اللي فاتت الماتش اللي فات يعني اللي هي الخماسيه، انا بتكلم الشوط الاولاني تحديدا، هل ده كان فيه تاثير وعامل نفسي على الفريق عشان كده الشوط الاولاني كان فيه تباين والشوط الثاني كان افضل جدا للنادي الاهلي؟ انت عايز يعني هم عايزين رد اعتبارهم، ودي بتبقى في الـ يعني في الـ في العقل الباطن عند اللعيبه ان هو عايز رد اعتباره، فممكن يتسرع في الشوط، يتسرع صحيح. في التسرع ده يعني بيخرجوا شويه، بيطلعوا من تركيزه شويه، بمرور الوقت بيبتدي المساله بتتغير. اتنين يعني هو برضو التغييرات اللي عملها فايلر يعني فرقت كتير، وكان هو اتاخر شويه الحقيقه، كان لازم من بدري. تلاتة ما كان في بعض اللعيبه او تحديدا كان يعني قفشه خارج تركيزه شويه، مش هو ده قفشه، كان في حسين برضو مش هو ده مستواه، يبدو ان في حاجه حسين شحات، فيبدو ان في حاجه يعني شغلاهم غير حسين وقفشه حسين تحديدا وقفشه ودول مهمين جدا جدا، يعني كويس قوي ان احنا عملنا النتيجه دي، وهم عندنا اتنين مهمين قوي بره مستواهم، وفايلر عنده مشكله في يعني في برضه في التغيير، لان في عنده اصابات كتير، فانت بتواجه ظروف صعبه شويه، ربما ده يكون. لكن على الشوط الثاني او مع بدايات الشوط الثاني ابتدوا يحسوا برضه مسؤولية اكبر، انه لازم يعني لازم تعمل حاجه، يعني لازم تسجل هنا في القاهره يعني. فالحمد لله ان هم ان جبنا الجونين، كان ممكن نجيب اكتر لو في تركيز، يعني احنا محتاجين، هو اللاعب المصري بشكل عام محتاج حكايه التركيز دي في الكره المصريه بشكل عام. اللعيب بيبقى محاصر او محاط بمشاكل كثيره جدا يعني مفيش داعي نقولها، لكن في الانديه المتقدمه او في اوروبا او كده بيهتموا جدا بحته الذهنيه المينتاليتي صحيح. فانديه يعني كثيره جدا بتعين متخصصين في الطب النفسي وعلم النفس وكده، بحيث ان ما يحسوا ان في لاعب شويه عنده شويه مشاكل من النوع ده بتتحل، بيحاولوا يفلتروا دماغه بشكل صحيح، بحيث انه يخلي تركيزه بالكامل جوه الملعب مش بره الملعب. جوه بالظبط كده. لان الكره النهارده ما هيش برجلين بس، لا هي بالدماغ، يعني كلما كانت الدماغ او العقل او الدماغ فاضيه يعني او صافيه للكره بس، كلما كان اداؤه كويس في الملعب، كلما كان تركيزه كويس. بيبقى الرياكشن بتاعه سريع، سرعه يعني تصرفاته او قراراته في الملعب بتبقى سليمه لحد كبير، لكن لو ده نازل الملعب صحيح. ومحمل بمشاكل فتركيزه بيقل، وبالتالي اداؤه بيقل، وبالتالي قراراته تصرفاته قراراته يعني التمرير الشوتينج الحاجات دي كلها ما بتبقاش سليمه. فانا شايف ان اعتقد ان المشكله دي يعني كانت باينه قوي في قفشه وكانت باينه في حسين. حسين يعني.